شلون فكينك يا اخي؟ يا كرة القدم هي كذا يا اخوان، كرة القدم ما تلعب كذا. احد يعلمني كرة القدم من المحور انه لازم يفتح. ليش بروزوفيتش اللي قاعد يفتح؟ ليش؟ ليش كل شيء على بروزوفيتش؟ انا النوعية هذه اكرهها كره الويل. يا عبد الرحمن، عبد الرحمن يكون فطش بعد. ابو مبارك هين تفضل كمل يا حبيبي. النوعية هذه يا ابو مبارك، النوعية هذه والله 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 الفرق الصغيرة ما تفوزك، ما ما ما, ما ترجع كفتك معه يا اخي. اذا ما تجيب لي لاعب يملك المهارة، ما تجيب لي لاعب يمسك الكرة ويرفع راسه، هذا اللي انا بيه. هذا يركض راسه تحت. وين تركض راسك تحت؟ ليش تدور فقع انت؟ ايش كذا؟ ما ادري من موجود غيره. انا ما ادري ما يلعب فيه. يلعب على الحسن يعني افضل منه بالسوء يعني. لا يلعب ده. والله يركض على حسن، يركض قدام، يركض يا اخي على الاقل يخرب لعبه زي كذا. خطوته طويله، يركض قدام. لا احنا اللي استحوذنا ولا احنا اللي قفلنا. الشوط الاول كويسين، مو بسبتك الخيبري. لا والله، لا والله مو بسبتك. الهلال تحفظ لما شاف الكرة كذا، قال خصص بوقف لا يروح تجي عليه مرتدة ويجيب فيني جول. وكان يعرض مرة ومرتين وثلاث ورا اللعيبة، وانفرد رونالدو كذا مرة. وحنا عندنا يا أخي ليه ما استغلنا كرة رونالدو؟ كم مرة كرة؟ ليش تتسلل يعني؟ أنت لعب عمرك 40 سنة ما تتسلل ليه؟ رونالدو إيه رونالدو؟ رونالدو أنا والله العظيم كل ما تجي مباريات كبيرة أشوفه يختفي، يختفي. لأنه في ضغط، لأن السناتر ما يخلوني يتنفس. هذا خليني أغير فكرتي على أنه لازم نجيب مهاجم. والله يا رجال والله يا عبري لازم نجيب مهاجم. تبي صحيح أقسم لك بالله العظيم، اللي يزعل يزعل واللي يرضى يرضى. رونالدو جاء أخذنا شوع لامي على عين راسي، لكن أنا أرضي المستطيل الأخضر ما أضاف لي والله ولا شيء. قسما بالله يهدر التعب حق اللعيبة. أوتافيو يتعب اليوم، بروزوفيتش يتعب، سلطان غنام يتعب، أليكس تيلس كم مرة طلع؟ ما طلع ولا مرة. طيب رونالدو الآن أنت البليهي ينرفزك؟ معناها أنت رونالدو عقلك صغير، أنت مش لاعب كبير. اللعيبة العالمين أنا أعرفهم أي واحد ما ينرفزه. ليش تنرفزت؟ ليش؟ أنت مشحون، أنت في شيء في داخلك، أنت مفلس وتبي تعوضه قدام الناس. أنت مفلس نعم، ترى ما في، ما هو عيب. بس عليك عبد الرحمن أقسم بالله إن شافج ياخذ كرت احمر بس زي السلام عليكم. والله انه طري. وكريستيانو رونالدو الهويش انا احس انه يتحرى ويجل يعني يعطي كرت احمر. اشجع حكم، تبوا احنا الهلاليين، انت اشجع حكم، انت العاص. هو قاعد يقرا بتويتر، الله انا اشجع حكم، الله وناسه، اجي المره الجايه بعطيه كرت احمر. اعطاه كرت احمر عشان ابو مبارك. رونالدو يستاهل يا ابو مبارك. رونالدو يستاهل يا اخي. عطني وش قدم لي، وش قدم لي؟ اعطوني انتم من جانا وش سوينا غير يا اخي؟ ما قدم لك شيء المباراه هذه، ندري بس لازم يجي يسمعه على راسي. رونالدو ولا مو رونالدو؟ تعال يا حبيبي، انت قاعد تضر النادي. هذا النادي وراه كيان وراه جمهور، يصنع يوم يصنع 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 كل شيء بحياته. انا وش ذنبي اطلع بسبته؟ انت مبسوط الان تاخذ لك مليارات الدنيا وانا تضايق ورا عند باب غرفتي ليه؟ علشان من؟ علشان ايش؟ انا طيب معود ابخ الحقيقه.